السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. من أين أنتم؟ من فيك؟ من وين الأخت؟ أنا من عمان. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله. أول مرة بتجي هان؟ من 19 سنة. ماشي يا سيدي، بآخر المكان هذا في مكان بسموه محراب مريم، الموقع اللي كانت تتعبد فيه ستنا مريم، وكان يدخل عليها النبي زكريا ويجد عندها طعام. تعرفوا الآية اللي بتقول كلما دخل عليها زكريا المحراب، فهذا بسموه محراب مريم. أما المسجد، وعليكم السلام، أهلا وسهلا حجي. أما المسجد هذا بسموه المصلى المرواني، هذا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى. ليش بيقولوا له مرواني؟ نسبة لمروان ابن الحكم، أبوه للخليفة عبد الملك بن مروان. هذا لما أجوا الصليبيين على بيت المقدس ذبحوا في هذا المكان 70,000 مسلم، وحولوه لاسطبل للخيل، مربط للخيل 87 سنة، لحد ما أجا صلاح الدين الأيوبي حرروا وأعادوا كمسجد. بعدي عاد هذا المكان مغلق 900 سنة، متى انفتحوا ترميمه إلا بال 96. بال 96 الله هيئ لنا إخوة من الداخل من خط 48 اسمه الشيخ رائد صلاح، سمعتوا عنه؟ هذا الشخص أخذ على عاتقه ترميم وتصليح هذا المكان، جاب معاه 1500 متطوع اشتغلوا 6 اشهر يوم بيوم، لما نظفوه رجعوه احسن مكان عليه من السابق. هذا مساحته اكبر من الاقصى. هان يوم الجمعه بيبقى فيه 14,000 مصلي. ليش؟ السبب انه انفتح بال 96، مع انه النا معروف من قبل ال 67 كنا ننزل عليه، بس كان تراب ومهجور وسكر. ال 96 كان في مخطط، كان في مؤامره، ما زال لحديت اليوم. كان اليهود ناويين يفتحوا باب من تحت يحولوا هذا المكان لمصلى لهم، عشان هيك اخذوا ابو عمار سنه ال 2000 على امريكا عشان يوقع لهم على تحت الارض لليهود وفوق الارض للمسلمين. باراك وكلينتون في كان ديفيد. وين تحت الارض؟ اللي هو هذا. احنا هلا تحت ساحه المسجد الاقصى 10 ل 15 متر. رفض يوقع لهم، حبسوه برام الله وضيعوه سمموه. فهذا كان احدى الاسباب اللي قام عليها الشيخ رائد صلاح لترميم وتصليح هذا المكان. شوي شوي يا تقليد، شوي شوي. هذه محل ما كانوا يربطوا الخيل، الصليبيين حطوا حلقات حديد لربط الخيل وقت ما حولوه الصبل. عشان هيك اليهود بعد 67 صاروا يطلقوا على هذا المكان اسطبلات سليمان. هلا لا في اسطبلات ولا في هيكل، كله كذب هذا ودعا. طبعا طبعا كل شيء له كذب. نعم، هذا نوع من عشان يثبتوا انه في عنهم ألف لعنة السماء والأرض. إن شاء الله نهايتهم قريبة، والعد التنازلي بدأ. مسألة وقت وزوال إسرائيل أقرب مما تتصور. إن شاء الله. بس مسألة وقت، لأنه وعد الله بده يتحقق. هذه الزيارة بس للإسلام طبعاً، ما بدون فيها محتل مهما طال. طبعاً لا يعلو الله في الأرض مرتين علو المرة. إن شاء الله العد التنازلي قريب جداً، قبل 4-5 سنين زوالها إسرائيل قريب جداً. شايفة هذا كله المساحة هاي؟ أكبر من الأقصى زي ما قلت لكم. هان يوم الجمعة 14,000 مصلي بس هان. أيوة أيوة. الحمد لله تفرج عليه أيام رمضان العشرة الأواخر. أيوة. يبقى فيها من جنوب إفريقيا من لندن أكثر من 1500 واحد معتكفين العشرة الأواخر هان. الحمد لله ما شاء الله. اللهم هذه هلا احنا اللهم تحت الساحه، الحمد لله تحت ساحه المسجد الاقصى 15 متر. هذا اللي بسموه تحت الارض، اللي قال كلينتون لابو عمار اعطيه اليهود تحت الارض ولكم فوق الارض. ايوه. وهذا عن هذا المكان كانت كل المشاكل.
ليه لحتى ياخذ تحت الارض يعني؟ عشان يسيطروا هم، مش حتى لو اخذوا هذا مش راح يشتكوا، هم عينهم انه يوصل لقبه الصخره ويهدموها ويبنوا الهيكل تبعهم المزعوم. المزعوم ايوه، ما في لهم هيكل وما في لهم اي شيء يذكر انه كنا عارفينه، بس بدنا العالم تعرفه. لا عارفينهم، شوفي هلا هذه الحجار. ايوه هذه اول صور للقدس انبنى في عهد النبي سليمان قبل 3000 سنه، واللي كان يؤمر الجن في بناء هذه القلعة. تعرف انه الروايه انه كان النبي سليمان عنده السيطره والقوه على الحيوان والجن، فكان يؤمر الجن. هذه اقدم حجاره موجوده اكثر من 3000 سنه لاول صور انبنى في سور القدس، لأنه وراء هان بالضبط هي مقبرة الإسلام اللي مدفون فيها صحابة الرسول.